السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين، عاملين ايه؟ إن شاء الله هنبدأ مع بعض النهاردة أول دروس الكروشيه. الكروشيه من الحاجات الجميلة جدا، السهلة البسيطة، الواحد ممكن يتعلمها أو يعلمها البنات الصغيرين. حلو جدا، الواحدة ممكن ترفع نفسها بيه. يعني في ناس متعاملة منه مشاريع وما شاء الله معيشة نفسها منه، أو لو أنت مش محتاجة وربنا كرمك ممكن تعملي يعني حاجات بسيطة للبيبات الصغيرين ليكي لاخواتك. فمن الحاجات الحلوة جدا والمربحة جدا كشغل او مشروع صغير ممكن اي بنوتة متشغلة او قاعدة في البيت تبدأ بيه. مبدئيا كده هنبدأ نتعرف على انواع الابر الكروشيه الموجودة عندنا، وازاي اعرفها او ازاي اختار ابر الكروشيه كويسة تكون مناسبة للشغل. اولا الابر انواع كتير بتختلف على حسب الماتيريال او الخامة المصنوعة منها، وبرضو مقاسات وعلى حسب ايه المقاس بتاعها. في طبعا عندي اللي هو الماتيريال، عندي في معدن اللي هي زي دي كده، وطبعا في انواع خشب. انا الخشب ما يعني ما بحبوش، فانا عندي كل الابر بتاعتي يعني معدن. التانية حاجة بتختلف منها الابر، بتختلف على حسب الايه المقاس. ده اول حاجة خلاص. عندي هنا مثلا ابرة مكتوب عليها هنا 3 رقم 3، وعندي هنا 3.5 اهي، وعندي هنا 4.5 خلاص، وعندي هنا 5 من ناحيتين بقى، يعني عندي ابرة من ناحيتين هنا وهنا، دي الناحية الصغيرة 5 والناحية الكبيرة ايه رقم 7. تمام كده. دي حلوة ومريحة في الشغل، وبتريح من الجزئية البلاستيك بتاع لو انت تمسكي من هنا كده بتبقى مريحة كمان. بس يعني دي امتن، اللي هي كلها معدن في بعضيها، دي امتن من دي. انا كان عندي واحدة واتكسرت من ايه الجزء ده، يعني الجزء ده انفصل يعني. بس مريحة صراحة في الشغل، كايه لو انت مثلا بتعلمي بنتك الصغيرة او حاجة ممكن تبدأي معاها بحاجة زي كده خلاص. طبعا بختار الابرة على حسب الايه الخيط اللي انا هشتغل بيه، يعني انا هشتغل بالخيط التخين ده لازم طبعا يمشي في ايه ابرة مقاس كبير. انا هشتغل على الخامسة من اول 4.5 لغاية ايه لغاية 7. الخيط الرفيع طبعا هختار حاجة ايه، حاجة السمك بتاعها مثلا ابدأ بالتلاتة او كده. الانواع الخيوط اللي عندنا طبعا انواع بتختلف على حسب الماتيريال الخامة منها، في منها اقطان، في منها صوف، في منها حرير. وطبعا بتختلف كمان على حسب الايه، على حسب السمك. انا عندي مثلا خيط زي ده، ده صوف تخين قوي، ده ينفع لايه؟ ينفع للبطانيات اللي هي البطانيات التقيله، الواحد ممكن يعمل بيها بطانيه تقيله. ينفع للكليك، كوفيات، بس طبعا سوقها يبقى يعني او العرض بتاعها يبقى قليل قوي. في عندي برضو ده الصوف اول حاجة، في عندي كمان الاقطان، دي على قطن. الاقطان من الحاجات الجميلة جدا، وبالذات لو في ناس بتحب تعمل حاجات كروشيه بقى اللي هي بتبقى مخرمة وكده للصيف والحاجات دي، ممكن تبقى حلوة جدا. وفي الشتاء جميل قوي برضو، بتدفي وما بتحررش. ده قطن تركي. وفي عندي برضو ده صوف، على صوف بس يعني ارفع شويه من الاولاني. شوف الاولاني السمك بتاعه قد ايه، فرق واضح بين السمك كده والسمك كده. تمام. فالخيط ده صوف حلو جدا برضو للكوفيات في الشتاء، للكوفيات الطواقي الشيلان. عندي ده برضو صوف ارفع شويه، وعندي ده على قطن. تمام. وعندي ده على القطيفة، اللون الايه القطيفة، القطيفة حلوة جدا وناعم قوي. كوفيات في ناس شوفت منها طواقي وكبات، وممكن برضو لكليك خلاص. فدي كل الانواع الايه، كل انواع الخيوط. وطبعا الانواع الحلوة اللي انا بنصح بيها اللي هو الايه القطام، احلى حاجة، وتبقى يعني بتبقى متينة في الشغل حلوة يعني، ومتحررش كتير، فجميلة. هي سعرها اغلى شوية من الصوف بس جميلة خلاص. وبالنسبة للشتاء انصح بالقطيفة، حلوة قوي. طبعا في يعني خيوط تانية كتير زي خيط الحرير وخيط المكرمية وخيط الكليم، بس كمبتدأ او لسه بداية التعليم انصح بالقطن او بالصوف. اولا بيكونوا سهلين في الشغل، ثانيا بيكون اسعارهم يعني ارخص الى حد ما من مثلا الحرير، متوفرين وموجودين كتير في الاسواق يعني. كبدايه لبدايه التعلم او بدايه الشغل ارخص لي واحسن لي في الشغل اجيب لا صوف لا قطن.
بس كده يا حبايبي، اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم واستفدت منه، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية كتير. نبدأ بقى نشتغل اول حاجة غرزة السلسلة والعمود، ونبدأ نعمل مع بعض حاجات كويسة ان شاء الله. اشوفكم الفيديو الجاي في امان الله.